يلعبها الركله الركنيه من مارسيلو كاماتشو. كاماتشو يلعب كره الى القائم القريب وتتخلص وتعود في المرمى. هدف اول للنادي الاهلي، هدف من عماد الحسني. العمده يعود، العمده يعود، والمتابعه بالكره العرضيه اللي نفذها من الركله الركنيه ايضا نفذها مارسيلو كاماتشو، تفلت من يد خالد راضي. خالد حاول استلامها على دفعتين وفلتت من يد خالد راضي، وعماد الحسني متابع في اللقطه الماضيه ويسجل هدف اول للنادي الاهلي. هدف ياتي في الدقيقه الثانيه عشر، هدف في الدقيقه الثانيه. هذه عاده وهذا خالد راضي والامساك بالكره، لكن عماد الحسني في التوقيت المناسب وبعيدا ايضا عن المدافعين وعن متابعه المدافعين. هذه عاده مره اخرى، اقرب اللاعبين كان حسين عبد الغني في اللقطه الماضيه، البحث من لاعبي فريق نادي النصر بان الخطا كان في الاشتراك مع خالد راضي بالنسبه لعماد الحسني، ولكن عموما الهدف مسجل وهدف اول لصالح النصر.